اندلعت اشتباكات بين الشرطة وشبان غاضبين في حي تضامن الفقير بالعاصمة التونسية تونس مساء السبت في ليلة ثانية من الاحتجاجات بعد وفاة شاب متأثر بجروح أصيب بها خلال مطاردة للشرطة في خضم توتر سياسي واجتماعي. وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في منطقتي التضامن والانطلاقة، حيث رفع المتظاهرون شعارات ضد الشرطة ورشقوها بالحجارة. وتمر تونس بأزمة سياسية واقتصادية واجتماعية حادة منذ انقلاب قيس سعيد العام الماضي على السلطة التنفيذية والبرلمان. وشهدت تونس السبت مظاهرات حاشدة دعت لها جبهة الخلاص الوطني وأحزاب المعارضة، طالبت بالحرية والعدالة وبعودة الديمقراطية. نتابع. الشعب التونسي مفقر اليوم، الناس خصوصا السياسيين يتم استهلاكهم، وهذا كله بطبيعة الحال جعلنا ننزل الشارع من جهة نذكر بأننا نعقد هذا القيام وكل ما نتج عنه بطبيعة الحال، وكذلك نحن أننا متمسكون بالسيادة الشعبية التي نعبر عنها بطريقة شفافة في إطار انتخابات نزاهة وشفافة وليس انتخابات للحياد، لكي نقول نحن لن نشارك في هذه الانتخابات ولن نقبل بنتائجها. مزيد أرحب بضيفي عبر سكايب من تونس السيد مختار لموشي، عضو مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات في تونس. أرحب بك سيد مختار. هذه المواجهات المستمرة منذ يومين في العاصمة تونس بين متظاهرين أو محتجين وبين قوات الأمن، هل هي متعلقة بوفاة الشاب على يد الشرطة أم لها أسباب ودوافع أخرى؟ أهلا وسهلا. أولا دعني أقول أنها دعني أرحب على هذا الشاب الذي توفي نتيجة مطاردة وتقريبا محاولة لقتله قتلا عمدا، هكذا يردد هو رفاقه من الشباب. هذه الحادثة هي انعكاس لسعي دولة قيس سعيد إثر الانقلاب في إطلاق يد الأمن والقوى الحاملة للسلاح في تجاه المواطنين. هذه القوات التي إلى الآن تقريبا هي السند الوحيد لقيس سعيد بعد أن انتهى سنده الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وخروج تقريبا جميع الأحزاب الوطنية من حوله وكذلك الشخصيات ومجموع المثقفين. طبعا هي انعكاس لحالة من الغليان الشعبي الذي تشهده تونس منذ أشهر، دعني أقول أيضا أضيف لك الغليان الذي تشهده منطقة جرجيس نتيجة ما شهدته من حالات مأساوية تخص الشباب الذي يمارس الهجرة الشرعية والذي يدفع تقريبا أحيانا ما يزيد عن 7000 دولار لبعض المهربين من أجل الذهاب بهم إلى الضفة الشمالية للبحر المتوسط نتيجة انسداد أفق التشغيل هنا. في هذا الإطار تتنزل مثل هذه التحركات الليلية والنهارية التي تشهدها عديد المناطق من شمال البلاد إلى جنوبها. نعم. طيب، طالما ذكرت بين قوسين ذكرت قضية جرجيس ودفن الغرقى بهذه الطريقة دون الكشف عن هوياتهم أو إجراء البحث الجنائي، يلاحظ وكأن هذه القضية قد تم طمسها، إلى أي مدى سيكون هناك متابعة قضائية لهذه القضية؟ طبعا لا نعتقد أنه قد وقع طمسها إلى الآن، هي هاجس يهز أركان سلطة الانقلاب. أهالي جرجيس ليلا نهارا هم الآن منشغلون بالبحث
عن ذويهم وعن ابنائهم واخراج ركبتهم من البحر، ايضا اخراجهم من الاجداد بعد ان وقع دفنهم دفنة الغرباء بكمشة مجهولة بغير تكفين ولا صلاة ولا تغسيل. هم الان يحاولون لم شتاتهم، ولكن نعتقد ان للامر استتباعاته والاجتماعية، هذه الاجتماعية التي تظهر الان نعم ليلية وطرد للسلطة الإدارية والسياسية من محافظة مدنين ومنطقة جرجيس خاصة، يستتبع ذلك فتح تحقيقات جنائية. نعتقد أننا سنعمل على ذلك، خاصة مجموع محامون لحماية الحقوق والحريات. أشكرك جزيلا سيد مختار لموشي، عضو مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات، كنت معي عبر سكايب من تونس. مشاهدينا، وأرحب بضيفي عبر سكايب من تونس أيضا السيد علي اللافي الكاتب والإعلامي. أرحب بك سيد علي، كيف تقيم الاحتجاجات يوم أمس السبت واستجابة الشارع التونسي لها؟ طبعا هي هذه الاحتجاجات جاءت كبناء تراكمي لجملة من الإشكالات التي الآن يعرفها المجتمع التونسي. فمنذ 2012 كانت هناك تحديات اقتصادية واجتماعية، ولكن تحولت الآن إلى أبسط الحاجات وأبسط المطالب التي ينادي بها المواطنون. السلع مفقودة، الأسعار مرتفعة، الدعم رفع واقعيا، الأجور جمدت لأنه زيادة ب 3.5% هي تجميد ناعم للأجور، لأنه التضخم من جهة هو 9.1 والزيادة هي 3.5، وبالتالي هناك تجميد. هناك أيضا سعي نحو بيع المؤسسات العمومية، وهناك أزمة سياسية في البلاد، فالأزمة هي شاملة يحس بها المواطن في الشارع. ليس هناك محروقات، ليس هناك سلعة، البيع مشروط، يعني لا تستطيع أن تشتري منها شيئين في نفس الوقت. هناك بيع مشروط، هناك سلع مفقودة، هناك أسعار مرتفعة، هناك رفع للدعم، هناك محروقات غير متوفرة. الناس مناها أمام المغازات ومحلات البيع بشكل غير مندوب، إضافة إلى هناك احتقان سياسي، هناك علو، هناك غضب على أهم ثلاث ولايات قريبون من قيس سعيد، ولي بن زرت، ولي مدين، ولي بن عروس. بالتالي الغضب الآن موجود في كل مربع من مربعات البلد. نعم. وبالتالي الإجابة كانت آلية وأوتوماتيكية أصلاً. ولكن هذا الغضب الذي تتحدث عنه هو غضب كبير بالفعل في الشارع التونسي، ولكن البعض يرى بأنه لم ينعكس على أعداد المتظاهرين يوم أمس، لماذا؟ طبعا هو الأعداد، لأنه في الأخير النخبة التونسية ارتكبت أخطاء عديدة منذ نهاية سبعينات القرن الماضي، وبالتالي نعم. بقيت قدرتها على التحشيد وقدرتها على جلب المواطن إلى مربعاتها بقيت ضعيفة، لأن هذه النخبة لم تستطع أن تتماهى مع مطالب شعبها. فقد سبقها في 78 و84 وفي 2008 وفي 2011، كما أنها لم تحقق أيضا عندما كان بعضها في الحكم، لم تحقق له مطالبها، لم تتماهى مع آلامها، لم تتماهى مع آمالها اليومية، وبالتالي فقدرتها على التحشيد بقيت ضعيفة، ولكنها الآن تتماهى مع مطالب الشارع. فالمواطن الشارع هو يعرف أن هذه النخب الآن تعبر عن مطالبه لأنه يحس بهذه المطالب. نعم. بالتالي هناك مفارقة ما بين الالتقاء وعدم قدرة النخب على تحشيد الناس بعشرات الآلاف. نعم. طيب اليوم سيد علي، ما هي السيناريوهات المتوقعة في تونس في ظل استمرار هذه الاحتجاجات وتفاقم الأزمات على كل الأصعدة، حتى أنه البعض يرى بأنه الدولة التونسية كدولة باتت في خطر وتذهب نحو التلاشي على يد قيس سعيد؟ هو على كل حال أنا أعتقد أن الدولة التونسية ليست في خطر لسبب بسيط، وهو أن الدولة في تونس ذات تاريخ، ذات جذور، أيضا القوى الصلبة لها تحليلاتها وقراءاتها، وإن لم تحسم أمرها بعد وتنتظر تغير المعادلات وتطور الأحداث
فإنها لم معناها تأخذ خيارات نهائية، وبالتالي هناك ثلاث سيناريوهات واقعيا. السيناريو الأول وهو صعب، وهو أن يتراجع قيس سعيد خطوة إلى الخلف، بما يعني أن يقبل في جلوس لطاولة الحوار وتشارك في كل الأطراف السياسية والاجتماعية، وهذا مستبعد. أيضا الضغط غير المباشر على قيس سعيد غير ممكن، قيس سعيد لن يقبل برئيس حكومة مفصول عنه، أو أنه لم يقترحه، أو أن الشخص ليس له معناها أي صلاحيات، وبالتالي هذا السيناريو صعب. السيناريو الثاني هو أن تبقى سلطة الأمر الواقع الحالية قادرة على امتصاص كل الصدمات، وبالتالي تستطيع في الأخير أن تنجز الانتخابات وأن تبقى إلى سنة 2024 موعد الانتخابات الرئاسية. الخيار الثالث والسيناريو الثالث والأخير هو أن تتطور الأحداث وأن ترتكب سلطة الأمر الواقع أخطاء قاتلة أخرى، وبالتالي تذهب المسارات إلى مسارات الحسم في الشارع والحسم بالنسبة للمؤسسات الدولة الصعبة. شكرا لك. والتي ستحافظ على تمرير الإصلاحات ولن تحافظ بالضرورة لا على الحكومة ولا على قيس سعيد نفسه. شكرا لك سيد علي اللافي الكاتب والإعلامي، كنت معي عبر سكايب من تونس.